تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير ميردات، وذلك لتهنئة السيد الرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيسا لمصر. وأكد سالفا كير على خصوصية العلاقة بين البلدين، مشددا على حرص جنوب السودان على استكمال مسيرة التعاون المشترك مع مصر. وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي ثمن الاتصال الكريم، مؤكدا العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص مصر الدائم على دعم جنوب السودان وتعزيز التعاون معه في المجالات كافة.